بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع هذا المكان والتصوير اليوم شوية كذا سامحونا فيه لانه الطعس هذا مرتفع جدا، تمام، وعشان نجيب الزاوية كاملة السيارات بتبان زي الايش حبات النمل، تمام. ما شاء الله تبارك الله، ما هو سهل ابدا. يا الله قل لهم انطلقوا. قل له ثلاث مواري. طبعا ما شاء الله تبارك الله، اللي على اليمين تركي واللي على اليسار عبد الله كابتننا الحبيب، وهنا ما علينا منهم، هم يختاروا. نداوي بالله يبلغهم، قول لهم واحد فيكم يضرب ثلاثة بواري وكلهم يشدوا. خلاص هذا ماهر بينزل يعطيهم ان شاء الله. ماهر؟ ايوه الحين يا ناشر، الحين بيجيكم ماهر عشان يعطيكم المشد. يا جماعة الخير، يعني افضل زاوية ان احنا نصور من هذا المكان. ما نقدر لو رفعنا زوم نخلي كذا افضل يا جماعة الخير. هذا لا وخره، قول وخر يا سيارة. بلال والناشر. الله تبارك الله. كفو يا ذيابة كفو. الله يستلموا بالله. الله تبارك الله. كفو وما قصروا اثنينهم والله. اي والله ما قصروا. سعد النيسان متقدم شوية. ما يخالف. مشد وقو. امسك سلم. بخلي في يدك كذا وتكلم. يا مساكم الله بالخير والعافية من هذا المشد الجبار القوي. القوي الله. القوي الله لا إله إلا الله. وأبو عبد الله على يمين السادة المشاهدين وأبو أميرة في اليسار. انتظار إشارة الانطلاق. ماهر لا تسولف يا ماهر. لا تسولف يا ماهر. طبعا أخونا ماهر يعطيهم الإشارة إن شاء الله. ما شاء الله المشهد جبار. والشباب كفو. والله يبغى له باور صراحة. يبغى له باور صراحة. واللي سيارته ثقيلة ليش؟ يلا يا ماهر أعطيهم الإشارة يا ماهر. استعداد الانطلاق. أبو عبد الله. كفو والله كفو. يعطيكم خير ويعطيكم شبكة. طبعا حاولنا نسوي بث تيك توك لكن للأسف الشديد هنا ما في شبكة. شبكة هنا. وإحنا ما يحوسنا إلا الشبكات. والله البث اللايف هذا معلش اعذرونا. لا يجون من عندي السيارات هنا. يلا يلا يلا. طبعا البث التيك توك اليوم للأسف الشديد نعتذر. شبكة ما في حتى إيه، ما في شبكة نهائيا. اللي كان ودنا حتى طلعنا فوق راس الطول سنة نبحث عن شبكة ما في على الارتفاع. هذا أبو عبد الرحمن وأبو تركي. هذا مو عبد الرحمن. هوينا تركي. من هو؟ ما هو أبو عبد الرحمن. هذا واحد من أصدقائنا. أحد الضيوف. يا الضيوف الكرام. استعدادا مع أخونا تركي. جاهز روح روح. اليوم تركي على ماهر إشارة. من وقف؟ يعني هم وصلوا في الاعلى. يا عم هلا. يلا روح سوي اللي تبي، احنا هنا متكين. اعطي تركي التوجيه هذا الجهاز. تركي من؟ ما شاء الله تبارك الله بدلوا الاماكن صح؟ ابو عبد الله. ترى عليكم. كفو. ما ادري عبد الله انتبه للاشاره ولا لا. شايف ما شاء الله ابو عبد الله فرق كبير يعني. ايش ما عليك سولف اشيله بعدين. يا ماهر يا ماهر لا تقدمهم زياده. الطعس صعب. بس 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 ماهر امسك لي انا اروح اضبطهم. لا 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 بس من عندك لا عاد يقومون قدام. قوم من هنا. طبعا القوم من قدام صعبه جدا ترى الطعس واقف بالعرض. ما يحتاج شايفين قدام. باصيل في الجهه اليمين واخونا بلال في الجهه اليسار. واستعدادا للانطلاق. باصيل قاطعنا تقريبا 5 شهور
قاعد شبابها يتفرج، واحنا هنا الاجواء الجميله ما شاء الله، واستعداد وابو اصيل وبلاد بسم الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام، دعسه واحده ما شاء الله تبارك الله. يا ابو اصيل تعثر، وليس هذا التعثر يعتبر يعني تعثر، يعتبر تعثر ما شاء الله. طلعت قبل شويه امورك طيبه وكفو كفو والله. يدخل ابو اميره من الجهه اليمين ويرجع ابو عبد الله من الجهه اليسار ما شاء الله. ابو اميره وابو عبد الله الرنجلر والسيره الابيض والاحمر. طبعا اليوم تصوير شويه كذا مختلف يا جماعه الخير، لانه المكان مرتفع مره زين، ولا نبغى نرفع زوم عالي تمام، اذا رفعنا الزوم العالي الوضوح يقل، فقدر المستطاع نحاول نجيب. انتم عارفين السيارات ما شاء الله تبارك الله. هذا رجعوا ثاني مره، هذا ابو امير على اليمين، انا شفت ابو عبد الله قنطلق قبل ابو امير وابو عبد الله. دقيقه ايش روحوا قدام عليه. لا عبد الله قال لا. يا ماهر انت تاكد منهم انهم شايفين يدينك تعطيهم الاشاره. كلموا مع الجهاز قال يا شباب انتبهوا الاشاره القومه ترى تفرق معاكم. يا ابو امير ابو عبد الله انتبهوا معاه، خلوكم القومه خلوها مع الاشاره عشان تكون انطلاقتكم انطلاقه واحده. نعم طبعا الناشر يدخل في السنه يعني استعدادا للجحفله. فالجعبه والف على التيك توك يا جماعه الخير، جحفله ومحفله، والف على البذوث، والف على البذوث. واحد جنبي هنا يبغى يبث مو عارف. ما في شبك راح يبيع. يلا يا ابني ساعه توزن عبد الله وقول بسم الله. استر عليك ابو عبد الله، استر عليه. ذكر كفو يا شباب كفو كفو، تقدم لابو عبد الله ما شاء الله تبارك الله. وذكر الله طيب يا جماعه الخير، وما شاء الله لا قوه الا بالله. يلا روح قدام دور الاخوي روح. ان شاء الله يكون شيء جميل. خلاص يا ماهر طلب من اللي قاعد له جاهز جاهز استعداد الناشر يا ابو اصيل وما شاء الله تبارك الله. الله تبارك الله، ما 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 ينتبهون للاسف اشاره الانطلاقه، والله جزء من الثانيه ما تقوم مع خويك يفرق معك مترين. مترين شوف مترين يفرق. فلازم تدقق في اللي بيديك الاشاره، انت لعبت طالع في شيء ما عندك شيء يخوفك يعني. وتم استدعاء الناشري. الناشري ارحب يا الناشري. استدعوا الناشري سوف ينشر قوته واستعراضه عشان تكون انطلاقه جميله جدا. اقرب هنا استعداد استعداد الناشري في الجهه اليسار واخونا بلال في الجهه اليمنى. هات هذا العلم ونقول بسم الله. هذا وكل على الله روح. امسك الفار ذا خله معك. روح يا حبيبي روح. جاهز يا ابني انا شغال الكاميرا ما واقفه. بسم الله تبارك الله. نفس الكلام نقوله يا متسابق يلي تبغى داخل تحدي عينك على الإشارة. انطلق الناشر انطلق شاف الإشارة الطقم هذا قاعد يتفرج يسوي وهي كشافات ماهر التصوير شغال على طول لا تأخرهم. يا بلال يا بلال شوف انتبه له الحين شوف بالله الانطلاقه اذا قاموا الاثنين مع بعض في نفس الثانيه فاثق تماما انه ايوه خليكم مع الاشاره يا شباب مع الاشاره استعدوا. يا سلام تركي اي صح كده. شفت شلون يوم انطلقوا سوا؟ كفو ما شاء الله. نعم. ما في ذاك الجزء او الفرق. اذا واحد انتبه لاشاره الانطلاقه والثاني تاخر كيف الحال؟ النتيجه طبعا تعادل. والتعادل. ابو فيصل ينزل ارض الميدان تنظيم الغمار يعطيك العافيه يا شنب كفو. الناشري على يمين الساده المشاهدين.
اخونا ابو اميره على اليسار عشان بيعطيهم اشاره الانطلاق. طف الكشاف لو سمحت بلال. بلال بلال ان شاء الله تكون جوله حماسيه. الناشري ابو اميره يقول ما شاء الله واستعداد للانطلاق وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. خلوكم يا شباب على إشارة الشنب، يا شباب على الإشارة. استعداد أبو فيصل أربع يدي للانطلاق وما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يتقدم الناشري، يتقدم الناشري ما شاء الله تبارك الله. أبو أميرة ما أدري إيش، أكيد إنه في شيء كذا فني خلاه يوقف. والله العالم يكون دبل ما شبك دبل فصل شيء يعني. إن شاء الله ناخذ الأخبار الجولة القادمة. يتقدم بلال، انزل يا بلال انزل. لا 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 شبك يبعيد بالناشر. خليه خليه يا بلال اجرب معه خليه. طيب يرجع الناشر يجرب مع أبو أميرة. ارجع يا بلال عشان الناشر يدخل المكان يجرب مع أبو أميرة. يرجع الناشر مرة ثانية، أكيد في خلل فني عند أبو أميرة واللي خلاه يعني يوقف ما يطلع. الحين الأمور طيبة يا ربي. بلال الأمور طيبة. طف النور يا بلال، طف النور. تعال يا بلال تعال. استعداد أبو أميرة والناشر. اتوقع فيه واحد تقدم على الثالث والثالث. يدخل الاف جي، الاف جي يدخل ثالث. ابو عبد الله صاحب السير. ابو عبد الله، ابو عبد الله يدخل بالاف جي مع بلال واشارة الانطلاق وما شاء الله تبارك الله. ابو عبد الله المدينه المنوره انزل مع اخونا تركي يسير على اليسار وابو تركي مطلوب سيره مع بعضهم الجموس مع بعض مطلوب الجموس مع بعضهم. الشنب اتوقع ان الشنب رايح يخرج الجموس. الشنب رايح يخرج الجموس. النور ابو عبد الله بين المسارين. تعال يا بلال بدل مسار. طف النور يلا يلا. طف النور ابو عبد الله. الجموس ابو فيصل يدخل الجموس مع بعض ابو عبد الرحمن وابو اسيد. الانطلاقه اتوقع ان شاء الله تكون انطلاقه قويه. يرفع يده ابو فيصل، ارفع يده بدايه الانطلاق وما شاء الله. ابو عبد الله على الجي يدخل على يمين الشاشه وبلال على اليسار. اشوف ان شاء الله جوله جميله. طبعا الجوله السابقه بينهم كانت يعني انطلاقه جميله وكان تعادل اللي هو في راس الطش وصلوا مع بعض. الشنب يرفع يده لك يا ابو عبد الله. هارد لك يا ارحبوا ارحبوا. طبعا يعني كل شيء شايفينه ابو عبد الله ما حاله بالخط. ابو عبد الله ان شاء الله يسار السادة المشاهدين موتر ابو
موت يا شباب، موت اخونا سلطان قياده السعود، موت سلطان قياده السعود، واخونا تركي على جيبه الظلام. يا شنب السيارة وراك. ترجع جولة الآن جديدة مع سعود وأبو أميرة. هذا أبو سعود ظاهر أن أخونا سعود طالب من دبل. يأخذ إشارة يا سعود، ما شاء الله كفو ولا تهون أبو أميرة، ما شاء الله ما شاء الله. يرجع على ابو عبد الله بالكاميرا مو باين ترى، ابو عبد الله على الاجي على الشاشه. لا 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 بس صافيه ما في غبار. الصوت يا شباب بلال وابو عبد الله على الاجي، ما تعرفون ابو بدر طبعا متاخرين قليلا، ولكن حنشوف ان شاء الله. ها يا شرف بين ابو عبد الله وبين ما شاء الله يا نجيب، ما شاء الله يا نجيب، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. كفو كفو يا شباب نستودعكم الله. خارجين معكم ابو عبد الرحمن انا وماهر، خارجين ماشيين. الله يوفقك يا ابو عبد الرحمن، توصل بالسلامة ان شاء الله. الله يسلمك. خير اماكن خيركم يا رب. يرجع سعود وابو اميره، سعود على ما تركوا سلطان وابو اميره تبديل اماكن، وتضارب الاشاره من الشنب، ما شاء الله تبارك الله. الله يا رب. الشنب يعطيهم الاشاره، انطلاق يا شباب ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. كفو ولا تهون يا ابو اميره. هنا 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 ما شاء الله تبارك الله. بيتو 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 بيتو. ينزل ابو اخونا بلال على يسار الشاشه، انها ابو عبد الله على السيره، ما شاء الله تبارك الله. الشباب اليوم ما شاء الله مبدعين جميعا، كل السيارات ما شاء الله تبارك الله، يعني الاداء ما شاء الله بطل. المكان صعب جدا، فوق هذا السيارات كلها ما شاء الله تفوقت على يعني على الطعس هذا حقيقه ما شاء الله. الله يعطيك شرف ابو عبد الله وبلال، ابو عبد الله وبلال يطولون شرف الشنب. الشنب يعطي اشاره الشنب. سعود يمين والناشري على اليسار، حنشوف يعني حنشوف لوحة فنية جميلة إن شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. أنا سعود زمان على البر يا سعود، قطعت القناة قطعت الطريق يا سعود. يعطيهم الإشارة الشنب. كفو يا الناس كفو كفو ما شاء الله، يعطيك الخير. تعال ابو عبد الرحمن، ابو عبد الله، ابو عبد الله يدور لابو عبد الرحمن يقول له تعال لا تروح يا ابو عبد الرحمن لا تروح. دقيقة بلال دقيقة، لا ابو عبد الرحمن بينزل معك. بصيدك يا ابو عبد الرحمن قبل ما تطلع. وليد وليد خليك مكان ابو عبد الرحمن، ابشر يا ابو عبد الله، خليك مكان ابو فيصل، ابشر باللي يرضيك وما حمشي حتى اطلع معك. معك جهاز قول ابو عبد الرحمن ترى دبل بشكل مفاصل.
قبل مين؟ تأكد من قبل فاصل ولا ابو عبد الله ابو عبد الرحمن تأكد من قبل عندك شغال ولا لا تأكد بس ابو عبد الرحمن وابو عبد الله جولة حماسية ان شاء الله بين السيرة استعداد وتجهيز شنو بيعطي التعليمات وكله محتاج نمهد الطريق شوية شباب ما شاء الله ما قصروا حبيبي اي احد طلع من الطعس هذا يعتبر كفو بغض النظر انه مثلا طلع متاخر عن خويه او متقدم هذا شيء عادي يعني اهم شيء اجتاز طلوع هذا صار حبيبي كان رائع جدا ما شاء الله شباب ربع سنين خلف الشاشة ما شاء الله طبعا طريق ابو عبد الرحمن كله 12 عشان كذا قاعد يسلم ابو عبد الله هنا على اليسار اموره طيبة شنب يستعد للإشارة الشنب يستعد للإشارة طبعا ابو عبد الله متقدم شوي وابو عبد الرحمن متاخر قليلا عشان الطريق يعني نسبه وتناسب تعتبر نسبه وتناسب مع يد الشنب ان شاء الله انطلاقه يدي تنزل تنطلق يلا يا شنب كفو وإن لم تقبل الطريق كفو يعطيك العافية والله ما شاء الله تبارك الله طبعا تغيير مسار بين أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله كل واحد يأخذ المسار الثاني أبو عبد الرحمن انتقل من اليسار إلى اليمين وأبو عبد الله نفس الطريقة طبعا أبو عبد الله في الآن في جهة اليمين أبو عبد الرحمن في جهة اليسار انا بدي اسال على قبل الانطلاق انا بدي ادور لك يلا يا ابو عبد الرحمن ضبط امورك يا ابو عبد الرحمن يا اخي يا سيم ما قاعدوا كذا على طول انطلقوا يا اخي ما في جدال يا اخي دوس يا اخي ها الشنب سلقهم هيا خليك معي يدي يلا خليكم معي شارة الشنب ونقول بسم الله ما شاء الله ابو عبد الله في الجوله الاولى والثانيه ما شاء الله تهون يا ابو عبد الرحمن ما شاء الله في التحدي بين ابو فيصل ووليد يا ابو فيصل يا ابو فيصل تعال نفسك والله ما جي بس بخمسه مع نفسك والله نص بصفر يا جماعه ارجع بلال وتركي جاهزين توكل على الله توكل على الله ما شاء الله تبارك يعطيهم الإشارة ما شاء الله استعداد يعطيك الخير يعطيك الشر تقدم سعود على أخواننا والبيت واحد على ما يقولون ما شاء الله غبار ينتقل
هذا منو ما شاء الله تبارك الله؟ هذا عبد الله وابو عبد الله. ابو عبد الله وابو اميره. الاب مع ابنه. يلا قولوا قولوا جاهزين. يلا يا ابو يلا جاهز روح. ما شاء الله تبارك الله. صر عليه يا ربي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والآن قالوا بنتقدم قدامنا خشم الطائف. شوفوا يوم الآن بعيدين. وأنا ظاهر أنا أقول لكم يا الآن ما حد يطلع فيهم ولا واحد. إذا من نفس المكان هذا أتوقع ما حد يطلع. في أحد على الجهاز؟ قل له صح الوليد كل بنفس المكان. الوليد يحشر. قدمهم. شوي يا جماعة الخير ما هقيت إن البراكة. وحوش والله ما شاء الله. كفو يا ياسين. ما شاء الله. أنا أشهد أن ياسين. أنا أشهد أنكم كفو. وعادوا مرة أخرى. أول شيء اللي طلعنا سلطان طلع من اليسار. الحين بدلوا أماكن. سلطان راح يمين والناشري راح يسار. اللي هو سلطان يعني موتر سلطان. والله حشرهم وليد قدام. بس المكان ما شاء الله شرف اليوم المكان غير. المكان روعه صراحه. دائما نقول يا جماعه خير ترى المقاطع اللي في الليل الشباب يتحمسون اكثر لان الجو يكون هدي وبرد. طبعا خشم الطوس يا شنبه ما ظنيت يطلعون الاثنين. ان شاء الله نقول ان شاء الله يعني من خشم الطوس اذا وصل نص الطوس يعني كويس. صح عليه صح عليه بالله صح عليه فيصل يلا بينطلقون الشباب ما شاء الله تبارك الله. شوف الان ايش اللي صاير اللي عليه الليكزس يكون انشط ليش؟ هذا يكون باور تمام وطق ما اعطاه فل باور ما ينفع لو رفع له شويه من النص تمام يقوم. يا سعود لا تحشره حشر كذا يا حبيبي هو فاهمني وانا فاهمه ماني منسم انا ماني بحبيبك اول شيء ما انت منسم هذا ما هو شغلي ما هو شغلي يلا روح روح قدام هناك ابو عبد الله معاك ابو عبد الله معاك روح اطلع مع ابو اطلع مع ابو عبد الله روح مع نفسك قام الهياط قام الهياط حقكم ذا هاي لما عيالك وروح اسري بيتكم جاك الهياط يلا اطلع عند الدوشه حق تكد المايك هنا يروح روح رجع عند الاستديو روح الرجال يحتريك يا ولد يا مديك 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 ايش اللي ما يمديك يا مديك يا والله يمديك اطلع بس خفت يا جبان شفتهم شفتهم عيالك يسحبون هو مو من السم ترى المعلوم منو واللي سوى هذا كله مو تنسيم مو تنسيم هذا كله ايش بقى اللي نسم ركب له جنزير ده حق لا عليك على ورا شويه نفسك انت وياه اطلع صح عليه كله اطلع من عندك شجع اعطيه كلمات عنفوانيه يلا يا سعود كفو يا سعود كفو بالجهاز بالجهاز كفو يا سعود كفو مع شقريه وزرع وابو عبد الله مع سعود اللي هو موتر سلطان الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كفو يا ابو عبد الله كفو ما شاء الله لا قوة الا بالله يعطيكم خير ويعطيكم شر وذكر الله طيب يا جماعة الخير ما شاء الله لا الموتر يا مسلم يلا من بجاي يا شباب ولا نقفل
وبكذا نستودعكم الله في هذه اللقطات الجميلة. اليوم التصوير كان مختلف شوية عن السابق، تمام، من مسافة بعيدة شوية حتى نجيب جمال المكان وقوته، تمام. هذول اللي بيجون ولا اقفل وامشي؟ اخر عندك نص دقيقة، نص دقيقة، نص دقيقة، اطلع. ما يجون الا بالتهديد. يلا يا شباب بالله اعطيهم اشارة يا ندوي. يا ابني اعطهم اشارة. بسم الله. نستودع لكم الله، نستودعكم الله ونراكم بخير ان شاء الله. تحياتي لكم والسلام عليكم. ونداوي يحيي الجميع في الظلام. يا هلا وغلا ومساكم الله بالنور والعافيه. اليوم كانت فعاليه، خليك كذا عشان الضوء يجي عليك، فعاليه مسائيه اليوم صراحه، من يعني من الفعاليات المميزه حقيقه صراحه. المشد هذا اليوم اكتشفنا فيه وادي جديد، وكان من الاماكن الصعبه والاماكن المميزه صراحه، وان شاء الله لنا رجعه ان شاء الله. المكان هذا يكون في النهار باذن الله، عون الله ان شاء الله باذن الله. تحياتي لكم ونراكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.